احمد منصور الهباوي المنسق العام للاتحاد العام لافراد هيئه الشرطه. وانا النهارده الزملاء اتشرفت بالمؤتمر اللي هم عاملينه في الشرقيه لمشانده ومسانده ضحايا المذبحه بتاع بورسعيد، اللي يتحمل مسؤوليتها قبل اي حاجه وزير الداخليه والقضاء الدولي. وجينا النهارده عشان نستخلص المؤتمر الحاجات اللي ما اتنفذتش قبل كده واثناء الوقفه الاحتجاجيه اللي تمت من 24/10 عشان نطلع من المؤتمر النهارده بالتوصيات في التصعيد مع الوزاره في رفع طلباتنا اللي انا قدمتها الاسبوع اللي فات لمجلس الشعب للدكتور سعد الكتاب. انت ليه بتحمل وزير الداخليه المسؤوليه بتاعت مذبحه بورسعيد؟ بتحمل وزير الداخليه المسؤوليه الاولى والاخيره في عدم تامين ماتش مباراه بورسعيد وعدم تفتيش الاخوه المشجعين والتراس من الجانبين، وان اللي حدث في بورسعيد يعتبر مذبحه مش مجرد انه كان ماتش كوره. كانت مذبحه معروفه ومدبره. وكان فين القيادات الامنيه؟ وكان فين الامن المركزي؟ وكان فين الجيش؟ ليه ما امنش اصلا الاستاد؟ مفيش كان راجل جيش موجود اصلا. مجرد ساعه من يموت 41 شاب يموت في مجرد ساعه خلاف بقيه المجموعه. واحنا عرفنا ان الشاهدين بتوع السويس ميتين، الطب الشرعي اثبت ان هم ميتين بطلق ناري في الراس. معناها ايه؟ معناها ان كانت العمليه مدبره، العمليه معروفه. فين القيادات الامنيه؟ تتحمل مسؤوليه وزير الداخليه وانت نازل لحد تحت. والاقاله مش كفايه. الاقاله مش كفايه لحد لحقوق الشهداء وحقوق المصابين اللي موجودين لحد. وده يثبت ان احنا لما قابلنا الدكتور الدنزوري اول ما اتعين وانا قابلته في مكتبه واتفق معانا ان هو هيتم تقييم واحلال وتجديد الوزاره، وهذا لم يحدث. ثم جاء محمد ابراهيم وزير الداخليه ولم ينظر الى الهيكل الاداري او احلال وتجديد الوزاره. ولم نسكت ولم نعود للخلف. ولن نسمح بتنكيت اي فرد الشرطه مهما كان الثمن اللي هندفعه. بتقصدوا بايه تطهير وزاره الداخليه؟ تطهير وزاره الداخليه عندنا دفعات من 74 لحد 78 يجب اقالتهم فورا وخروجهم للمعاش، ومعروفين. ليه؟ الكل عرفهم. لان دول اصلا ربوا في عهد حبيب العدل جلاد اللي حط وزاره الداخليه كلها في الارض وعمل البلد بحالها بال 80 مليون مواطن عجزوا وحبسوا. وتربى حبيب العدل كان بينفذ تعليمات حسني مبارك. مهم ان هو يفضل في الرئاسه. وده اللي احنا ما احناش هنفهمه. ولازم ان اللي جاي يعرف ان قاعده الافراد اللي اكثر من 87% هي اللي بتيسر وزاره الداخليه، مش 33,000 ظابط. احنا اكثر من 382,000 اسره وفرض شرطه على مستوى الجمهوريه. مش هنسكت عن حقوقنا تاني ومش هنسمح بتنكيل او تعصب اي فرد. وعندنا الاستعداد نقف في اي لحظه. ونضرب على العمل في لحظه، ولكن الظروف الراهنه اللي بتمر بها البلد احنا عملنا المؤتمر هنا لاننا مش اقل وطنيه من اي حد. احنا عندنا عملوا المجلس الاعلى لشهداء ومصابي الثوره. احنا عندنا في الشرطه لم ينظر احد لحد برغم ان عددنا يفيق اعداد شباب الثوره. نطالب بانشاء المجلس الاعلى لشهداء ومصابي الشرطه. تركوا اولادهم، تركوا عائلاتهم بلا ماوى، بلا معيشه. فرض الشرطه بياخد ايه؟ فرض الشرطه هو عايش على المعاش ياخد 10,000 جنيه وخارج، ما بالك اما مات؟ رب القرش ده هيروح فين؟ ولاده هيروحوا فين؟ مراته ما تاخدش ليه معاش؟ ابنه ليه ما يتعلمش على مكتب الدوله؟ كل الحاجات دي الافراد محرومه. جينا النهارده هنناقش الكلام ده وهنستخلص ايه المواضيع اللي هيتم في المؤتمر وهيتم الاتفاق عليه سوف يتم تنفيذه باجماع الاراء. شكرا.